جزاك الله خير ابو عادل. يعني نبدا من النهايه مسلسل احوال. لا يخفاك من هو صور في الازمه، يعني كان تصوير تقريبا اسبوعين في الازمه، وكنا نواجه ازمه كبيره في مكان التصوير بعدما تقريبا يعني اكدنا على حجوزات بعض الاماكن الخارجيه وبعض الشوارع وبعض التفاصيل والمدارس وكذا. فاتت طبعا الحمد لله على كل حال، اتى انه في حظر وانه ممنوع التجمعات وايضا ممنوع ان تتصوروا في الشوارع وكذا. ويعني كان ايضا بالتوازي مدينه الانتاج اعلنت غلق ابوابها كلوكشنات، وانه يعني ان شاء الله اسبوعين ونشوف ايش حيصير وما يصير. هنا كان موضوع قلق يعني كبير جدا، وانا اقول نفس المبدا اللي مشينا هنا في الرياض اللي هو يعني لا نتحطم ولا نيأس، وكنا نقدر نقول والله طيب ممكن شيء بسيط سكتشات ولا شيء ويعني شيء خفيف، وكنا يعني نمشي وراء انه طيب وش البديل؟ وين المكان ممكن نصور فيه؟ بصراحة هنا كنا لو بذلنا مجهود 10% فهو 90 كله في القاهرة. سبحان الله. يعني أستاذ محمد ناصف أنا أخصه بشكر كبير جدا، أستاذ جلال عثمان أخصه بشكر كبير جدا، أستاذ متولي حامد كاتب المسلسل، والصديق العزيز المخرج الأستاذ محمود عبد الكافي. كان يركضون بشكل كبير جدا، غيرنا بعض التفاصيل الكبيرة في المسلسل عشان توائم الوضع الحالي. فبفضل الله يعني قدرنا ان احنا ناخذ لوكشنات داخل المدينه ونزاحم بها مسلسلات كبرى في مصر، يعني تكلفت مئات الملايين اللهم لك الحمد. ويعني من الفيلا مثلا اللي كانت الناس تشوف ان الصوره جميله جدا، الفيلا كانت ما فيها شيء ابدا، لم يكن فيها اي شيء، لا فرش لا اضاءه لا اي شيء ابدا يعني. فتم فرشها وتم التعامل معها بشكل جيد، ورحنا في حي تم فرش بشكل كبير جدا، المدرسة أيضا استخراج التصاريح، استخراج التصاريح بشكل كامل، أيضا سلامة الطاقم الفني اللي كان يتجاوز أحيانا 60 شخص في لوكيشن التصوير، إزاي يعني يصير في تباعد الأطفال والخوف عليهم. فكان شيء كبير جدا بصراحة، وليس مستغرب على ذاك الأخير، ليس مستغرب على شبكة المجد وفرع القاهرة يعني الجهد الكبير اللي يبذلونه في مجال الدراما، فجزاهم الله ألف خير.